هاي رح نبلش نعرض لكم هلا الاصناف يلي كلها بتوصل لعندكم معقمه 100%. كتير اوقات بنحب نغير شوي بشعرنا ونعمله كيرلي. مع هالهير كيرلر فينا نعمله مثل ما بدنا، صناعته المانيه وبيجي معه راسين لنقدر نختار كبر الكيرل يلي بدنا اياها، في هيدا الحجم وفي حجم اكبر، يعني الكيرل بتكون اوسع، خفيف الوزن بيشتغل على الكهرباء اكيد وبيعملنا شعرنا بسرعه، هو سشوار بيطلع هوا والفراشه يلي بيعملنا شعرنا كيرلي، وحتى اذا حبينا نملل شعرنا فيه كمان بنقدر، مثل ما قلت صناعه المانيه وبتحصلوا عليه ب 68,000 ليره بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا على بسالر على 01-44-55-55. في كتير أوقات بيصير عنا أوجاع بالمفاصل أو حتى بيصير في أصوات بالمفصل لأنه بيكون الغضروف منشف. الحل هو ريفلكس كريم لكل الناس يلي بيعانوا من مرض التكلس، نشف بالعمود الفقري، الظهر أو الرقبة. الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت الصنوبر، صبير ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بيخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة ليقدر يعطينا على طول انزلاق ورياحة بالمفصل وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. لكن يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. قبل ما تجربوا كل الحلول جربوا ريفلكس كريم لأنه طبيعي 100%. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب 68,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا على بسالر على 01-44-55-55. مشكلة الشعر الزايد مشكلة بيعاني منها الرجال والسيدات، بس محلولة مع هالريموفر يلي بتشتغل على الخيط وهيك بطريقة كتير سهلة بتخلص من الوبر أو من الشعر الزايد بالوجه، الحواجب والجسم، ما بسبب جروح ولا حساسية ولا حتى وجع على عكس آلات إزالة الشعر. هالريموفر بتشتغل على الكهرباء ومزودة بتشارجر. مع هالريموفر صار فيكم توفروا على حالكم وجع عمليات إزالة الشعر وحتى الجروح أو الحساسية يلي أغلبية مكانات إزالة الشعر بتسببون بس ب 75,000 ليرة. تصلوا على بسالر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. كلنا منحب ناكل تبولة بس منعطى الهم فرم الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع تبولة ميكر انحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرم البقدونس بثواني، ما قلنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما ينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت، والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين. تبولة ميكر بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم أشياء كتير قاسية مثل مكسرات وحتى الجزر، بتقطعه لشقف صغيرة من دون أي مجهود بأصبع واحد. تبولة ميكر فيكن تحصلوا عليها ب 68,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا على بسالر على 01-44-55-55. وهلأ منودعكم ومنلتقى بحلقات جديدة.